تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية بيعتبر واحد من أهم وأكثر الملفات اللي شهدت نجاح كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، نجاح أشادت به المؤسسات الدولية وعبرت عن فخرها بالجهود المصرية الكبيرة في هذا المجال. بكل تأكيد هذا النجاح كان ليه ترجمة في مشروعات عملاقة زي تشييد الممرات اللوجستية الخادمة لمختلف المشروعات القومية سواء زراعية أو صناعية أو حتى خدمية. خلينا نتابع مع حضراتكم، نرجع مرة تانية. لم تغفل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أي قطاع تنموي أو إنتاجي إلا وسعت لتطويره والعمل عليه، وذلك لتعويض حالة السكون والإهمال التي عانت منها مختلف الملفات التنموية بالبلاد على مدار عقود. ويعتبر تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحداً من أكثر الملفات التي شهدت نجاحاً ملفتاً خلال العقد الماضي وفقاً للتقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأكد التقرير على قيام الدولة المصرية بتشييد الممرات اللوجستية الخادمة لمختلف المشروعات القومية سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية بمعدل 48 مركزاً، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2019 فقط، ليصل إلى المركز 52 عالمياً، فيما يتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال عام 2024 لتقفز إلى المركز رقم 50. كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز 23. ولعل آخر أهم المؤشرات التي صدرت عن البنك الدولي في شهر مايو 2023 حول أداء البنى اللوجستية والأداء اللوجستي، ومنها تقدم ميناء بورسعيد للمركز العاشر عالمياً وفقاً لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي في 2023، والذي كشف تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر عالمياً لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز 13 عام 2021 من بين 370 ميناء. وقفزت مصر إلى المرتبة 7 عربياً والثامنة 58 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 الصادر من البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة مقارنة ب 2018 حيث المرتبة 67 عالمياً. وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية طورت شبكة الطرق القومية وشبكة القطارات السريعة التي أصبحت بمثابة شرايين جديدة للربط بين الداخل المصري والموانئ المتصلة مع العالم الخارجي. أيضاً تم تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك تطوير الأسطول البحري الوطني، علاوة على تشييد وتطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة والمناطق اللوجستية الخادمة للحركة الإنتاجية الوطنية. وتم تدشين عدد من المحاور المرورية والممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات القومية الكبرى في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع الزراعة، والتي عملت الدولة فيه على إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الزراعية الكبرى، أبرزها مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة والمشروع القومي للصوب الزراعية الذي يقع على مساحة 100,000 فدان، وقد تم الانتهاء من عدة مواقع أبرزها قاعدة محمد نجيب بمطروح. أيضاً مشروع الدلتا الجديدة ومشروع إحياء البتلو ومشروع صوامع تخزين القمح ومشروع إنشاء مستودعات سلع استراتيجية والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وأيضاً تحديث منظومة الري الحقلي بجانب مشروعات الموارد المائية والثروة السمكية. وأشار التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الصناعية التي تم إقامتها، وهي 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. أيضاً تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعلياً. كذلك تم طرح عدد 7 مجمعات بإجمالي عدد وحدات وصلت إلى 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متراً إلى 792 متراً وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة. أما بخصوص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية، فقد عملت الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلى إنعاش قطاع السياحة وجذب عدد أكبر من السياح لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية من خلال تطوير المناطق وتسهيل حركة السياح وتوفير الخدمات اللازمة دون عناء.
من أبرز تلك المشروعات المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة القاهرة الخديوية ومشروع مسار العائلة المقدسة وتطوير ميدان التحرير وتطوير قصر البارون وإنشاء كوبري تحيا مصر، وهو أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعالمين دون المرور بقلب القاهرة.